أحمد علي ناصر الشليف، مديرية سلواح قبيلة جهم الذي تنسب إلى بني جبر خولان الطيال. تاريخ الميلاد 1961، نفس الميلاد في مديرية سلواح محافظة مأرب. الله أكبر على اللي يهتون البدوى. عيشة البدو عندي يا عرب خير عيشة، سيطر العز فيها والكرم ساق جيشة. ما حلا العد يجري ما نتسمع وشيشة. الله أكبر على اللي يهتون البدوى. ما حلا بيت شعر في طرفها المواجد. حتى في مخيمات النزوح لمئات الأسر من أبناء مركز مديرية صرواح التي ما تزال أطرافها تشهد معارك بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني، يبدو هذا الجزء من مأرب كما لو أنه يمارس حياة طبيعية بصمت وأنفة. من هنا تبدأ صرواح وتنتهي امتدادات مأرب الجديدة، ومن هنا أيضا يبدأ تاريخ سد مأرب وحكاية نازحين من أبناء صرواح نصبوا خيامهم هنا متشبثين بآخر ما في أيديهم من تراب مديريتهم. هم هنا على عتبات المكان وأهبة عودة مؤكدة إلى ديار صارت أنقاضا. ما حلا بيت شعر في طرفها المواجد. يستقبلنا الشيخ أحمد بن علي الشليف في ديوانية المخيم ومضافته. والشليف قائد ميداني في مقاومة صرواح ومن أوائل من وقفوا في وجه الحوثيين، وله في الحرب صولات وفي مجالات الاستثمار والتجارة جولات. والحمد لله لدينا سطول قوي جدا، وعندنا في مجال النقل نشتغل سواء في النقل البري أو النقل البحري أو النقل الجوي. ماذا عن أحمد الشليف رجل الأعمال والقائد الميداني في الجبهات الذي اتخذ من هذا المكان في قبيلة صرواح مكانا للنزوحي وقبيلته جميعا؟ هذه تعتبر عندي أنا بالنسبة لي، تشوفين أنا ساكن الآن بعد المنازل الذي فجروها، كأنني في هذا المكان الذي تشوفني فيه والله إنه عندي أفضل من فنادق 7 نجوم، لأن هي هذه من أجل عزتنا، أولاً من أجل عقيدتنا وعزتنا وكرامتنا وأرضنا وعرضنا. أفتخر أنني أكون كذا عليه. تسكن في مناطق نزوح؟ أسكن في أنا سكنت في مديريتي، لن أخرج من مديرية صرواح، هذا يكون عندك معلوم أن هذه مديرية صرواح. خرجنا بالعوائل، لكن عمليا تركت القصور، البيوت وفجرت والاموال. هذيك فجروها؟ نعم. صح، فجروها وهي الان ما تزال تحت ايديهم. فجروها تمام بعد ما ثمناها بجثثم على بوابات تمام، وهم فجروا، صحيح فجروا المنازل ما عاد احد فيها، فجروها، لكننا نحن مقاومه مأرب بشكل عام فجرنا مشروعهم، ليس على مستوى اليمن ولكن على مستوى الجزيره العربيه. انتهى مشروع اسمه مشروع ايراني، فجر البيوت. بعد شهر شهرين بإذن الله تعالى أنا أقدر أستعيد البيوت، أستعيد مثلها إن شاء الله، أبني أفضل منها بيوت باتين كرامتي. لا عندي شيء. لو ترجع لتاريخنا، أبوي وجدي ماشي كان معهم بيوت، ماشي كان عندهم عند القبيلة كلها، تحصل معهم يمكن حصن ولا 2 حصون حربية للقتال يحطوها،
كلهم عايشين في خدور، بيوت شعر، في عشش، في كهوف تحت الأشجار، وكانوا رجال مرفوع رؤوسهم. احنا بيوت عملناها بتنزل رؤوسنا، لا يمكن، ما عندنا شيء، نعيش مثل ما عاشوا الآباء والأجداد ونفتخر بها. تنعكس هذه الروح على طبيعة مخيم يبدو في غاية النظافة والجمال. فالخيمة منذ القدم هي بيت الإنسان المأربي في مواسم المطر أو الحرب، حتى وإن كان هذا الإنسان هو أحمد الشليف، رجل الأعمال الذي جاب بلدان العالم ومدنها وحمل اسم اليمن في مؤتمرات البناء والإعمار. ما تحصل بيت من أبناء مأرب إلا والمواشي عنده، سواء من الأغنام أو من الإبل. هذه تعتبر ثروة لا يمكن نفرط فيها، مهما كانت، مهما بلغت ثروتك أو تجارتك ومنصبك، هذه الثروة لازم أن تكون عندك، لازم تكون عندك زريبة للأغنام وتكون عندك حواشي للإبل. الحمد لله منطقة مأرب منطقة صحراوية، منطقة تستوعب المواشي في للرعي، مش بال من على الأمطار. الزراعة شيء ثاني ملحق لها، تحصلهم وقت الأمطار تحصلهم يخرجوا الصحراء، يأخذوا خيامهم، يترك القصر. الحمد لله عند الناس أغلبهم قصور، يترك القصر ويروح للصحراء يأخذ خيمته، لأن هي يرتاحوا فيها، ترتاح الأسرة، يرتاحوا أولادك الصغار. المكان نفسه في هذا المخيم يمارس امتيازا ما، قياسا مع مخيمات نزوح في مناطق صراع وبلدان حروب، إذ تمنحك انطباعات مختلفة أنه مرتب ونظيف وعلى غاية الاعتداد بالذات وصلابة الموقف رغم فداحة الحرب. كنا نتوقع حديثا عن بؤس النزوح وغياب المنظمات والمعاناة الإنسانية التي هي نتاج طبيعي لبشاعة الحروب، لكن أبا جهم الشليف تجاوز هذا كله، فلديه من الإيمان بالقضية والاعتداد بالذات ما يفوق عذابات الصبر وأحزان الرجال، متشبثا بأعراف وتقاليد القبيلة. عاش الشليف حياته كشخصية اجتماعية تحظى باحترام وتقدير أبناء قبيلته جهم الواقعة إداريا ضمن نطاق مديريات صرواح غرب مدينة مأرب. مقارنة بالبقية احنا نقول لا، الحمد لله في مأرب لازلنا محتفظين بعاداتنا وتقاليدنا. تحصل أي واحد يمكن تسأل الطفل هذاك الذي قدامك إيش العيب وإيش الحلال والحرام، يقول لك إيش العيب عندنا في عاداتنا وتقاليدنا عليه. وهذه نعمة، نختلف إحنا عن من انخرطوا في المدنية. إحنا حتى مهما كان شفت مأرب، لأن هي كل واحد عارف أرضه، مش إحنا ساكنين في مدينة واحدة. لو تنظر للمركز المحافظة المجمع ما تحصل من أحد من أبناء مأرب ساكن داخله، بالرغم من معها أعمال تجارية فيها، لكن يداوم في عمله الصباح ويرجع إلى بيته. ليش؟ لأن أرضه جنبها، كل واحد يبني مع أسرته، يبنوا لهم، تحصلهم باني لهم السكن حقهم، بيوتهم والكل، ما يبقى إلا فيه. وهذه نفعتنا، كل أسرة في أرضها، تحصل هذه قرية وهذه قرية وهذه قرية. ليش متفرقين؟ برغم أن هي تكلف الدولة، تكلفها في الخدمات، المشاريع، الكهرباء والكذا، لكن لا، كل واحد في حد في أرضه ملكه. هل هذا هو السر الوحيد يعني لعدم تواجد أبناء مأرب في مركز المدينة؟ شوف، هذا واحد، والواحد والشيء الثاني الذي من من منذ 40 سنة، يعني 30 سنة، 35 سنة، الذي فرق أبناء مأرب الثارة، والذي زرعت جهة معروفة، ما عاد يجب أن احنا نتكلم عنها اليوم، تمام، معروفة، قد رحلت يعني، قد رحلت، نعم، وأفاضت إلى ربها، والله سبحانه وتعالى هو الذي بايعها، يتولها. زرعت الثار بين كل قبيلة وقبيلة، عملت. احنا كان عندنا قبل في مأرب في عاداتنا وتقاليدنا قطع الطريق من أكبر الكبائر، السرق جريمة، المخدرات جريمة. عندنا كان همنا وعند كل قبيلة، سواء جيت عند عبيدي، عند جبري، عند مرادي، عند أجدعي، كل قبائل مأرب، إكرام الضيف واجب.
والحفاظ على الضيف. لكن بعد ما أتت تدخلت قوى سياسية هي الذي عرفنا خلت من أذناب لها. فأقول لك الأيادي هي مأربية للأسف يوسفنا هذا الكلام، لكن مسيرين يفجروا الكهرباء أن يقطعوا الطريق الغاز. أن يقطعوا الطريق، أن يفجروا الأنبوب، أن يقطعوا أبراج الكهرباء، أشياء كلها دخيلة على مأرب. تسأل أبناء مأرب ما حد راضي عن هذا الكلام. كيف استطعت أن توفق بين الجانب القبلي ودورك في القبيلة وعملك التجاري؟ أسهل شيء. كيف؟ أسهل شيء إنك أولاً جانب الجانب الاجتماعي، مهما كنت تاجر، كنت شيخ، كنت رئيس، كنت وزير، لازم تحافظ عليه، هو المرجع لك. تمام. إذا التجارة بات تبعدك من مجتمعك ما لا خير فيه. التجارة هي تعتبر سند، أنا أعتبرها سند للقبيلة، سند للأسرة. أنت تقول أن أهل مأرب متمسكين بالأرض ومتمسكين بالمكان، لكن أنت خرجت وتاجرت وفتحت أبواب للاستثمار. مشينا الحالي الذي خرج فيه معي زملاء كثير من أبناء مأرب، كل واحد حسب فكرة وحسب طموحه. التجارة هي هواية في نفس الوقت تريد مغامرة في الأرض. أنا ومن هو مثلي بعض الأوقات يسموني أني مغامر جداً، أدخل في شيء كبير، لكن قناعتي وثقتي أن التجارة ربحك فيها بالمغامرة أكثر من فعلاً مغامرة محسومة. يعني كيف استطعت أن تغامر؟ أحسب نسبة النجاح، إذا كان نسبة النجاح 40% 50% غامر، توكل على الله كافي. ما أقول لك أني أربح دائماً، تلقيت عثرات كثيرة بس ما أخبر أحد بها وتجاوزتها والحمد لله. أذكر مرة قابلت علي عبد الله صالح في المكلا، كان معي وفد، ما دخلت قال شليف نهم ولا شليف جهم، قلت لا شليف جهم، قال قد أنتوا تجار يا أصحاب مأرب، قلت له تقريبا منبع التجارة ومصدر التجارة هي من مأرب عليها. قال يكلم أصحابك يتاجروا مثلك، قلت فيه منهم أكفى مني في التجارة، لكن اتركوا لهم المجال، سحوا لهم المجال. من بعد ما أتت المدارس، من بعد ما الثورة اليمنية وجاءت المدارس وصلت إلى كل بيت، ما فيش أسرة إلا عندها مدرسة، الابتدائي إلى الثانوية في جميع المديريات. لكن الأولاد يريدوا البر، لازم هم يخرجوا، وتعودوا عليه. وإن شاء الله لو أطال الله بناه بكم عمر، وقت ما يجي الأمطار أخرج الصحراء، تحصل كل واحد بخيمته وبالإبل حقه وبالأغنام في الصحراء. هذه الحياة الابتدائية. ولد أحمد الشليف في ذروة الإرهاصات الثورية عام 61 و900 وألف، وتفتحت عيناه على وطن يولد من العدم وجمهورية تقوم على عاتق ثورة نجيدة في سبتمبر من العام الذي يلي. عاش طفولته مع الإبل وبواكير التحولات الجمهورية لليمن، ويصف طفولته بأنها سعيدة. تعرف أنت حالة أبناء مأرب، أنهم في ريف في بدو، كانت كل عيشتهم معيشتهم من الأغنام، يعني زرع المواشي من الأغنام من الإبل. كان علينا فرض إلزامي من الأسرة، لازم أن ترعى، لازم أن تكون راعي، سواء أن تكون أنا كان نصيبي في الإبل، وبقية أخواني جزء منهم في الأغنام. وعيشه الحمد لله عيشه سعيدة، وكنا سعداء بهذا العيشه ولا حد الآن وحنا محتفظين بها. يجيد الشيخ القبلي ورجل الصحراء عددا من اللغات، وكذلك حال عدد من أبنائه وبناته الذين حصلوا على شهادات عليا في لغات وأكاديمية عسكرية. وما يزال ولده الأكبر محمد يحضر رسالة الماجستير في نظام الأقاليم بماليزيا، استعدادا لمستقبل اليمن الاتحادي الذي ينظر إليه أحمد الشليف بإيجابية كبيرة. عندي 5 من الأبناء و7 من البنات، كلهم مخدين، في منهم من أخذ
الماجستير، في منهم من هم ياخذ بياخذ اخرهم الان بياخذ الدكتوراه من ماليزيا، قياده وركاندي، والابن الكبير محمد خريج كليه الشرطه في من صنعاء، خريج جامعه القاهره، في عندها ثلاث من لغات فرنسي والماني وانجليزي. اولادي كلهم اللغه عندهم، لانهم كنت مركز على اللغه، لان هي اصبحت خاصه اللي يشتغل في مجال البزنس اصبحت لغه العصر. يعني والبنات؟ والبنات فيه منهن من خلصت الجامعه، وفيه منهن من هي الان تواصل في الجامعه. تخصصاتهم يعني ايش درستهم بناء على رغبتك انت؟ مش لا انا ما اخلي رغبتي، انا اترك الرغبه لهم عليهم. لكن هم بالنسبه لمحمد طلب، هو كان هوايته في اللغه اداب انجليزي مأخذنها، بعدين الان علوم عسكريه الان، ودراسته الان بياخذ الماجستير من الاكاديميه العسكريه، وبياخذ الماجستير من جامعه عن وضع الاقاليم الرساله حقه اللي بيناقشها عن وضع الاقاليم، لانه يريد يستفيد من ماليزيا، لان هي وضعها حكمها حكم فدرالي. فقال استفيد، لان اليمن قادم على حكم الاقاليم، فاستفيد انا في هذا الجانب. بالنسبه للبنات كل واحدة حسب رغبتها، في منهن من تدرس في القرآن الكريم، في منهن اللغة، في منهن علوم إدارة أعمال. باجتياح الميليشيات المتمردة لصنعاء تعرضت تجارته وممتلكاته للنهب والسلب من قبل ميليشيا الحوثي، لكنه ظل على عنفوانه، بل وانتقل نحو مضمار آخر فتولى قيادة إحدى جبهات القتال بصرواح، حيث فجرت الميليشيات منزله ومنازل عدد من أفراد أسرته، واستشهد عدد غير قليل من أشقاء الشليفي وأقاربه. احنا سبعة أخوان، فعلا سبعة أخوان على ثلاث نسوان ما شاء الله. بس ما تميز إن شيء فرق بيننا، احنا نعتبر على أم واحدة. الأشكال متشابهة. كان أبو بدر يشبهها كثير. أبو بدر، أنا وأبو بدر على مرأة ثانية. استشهد أبو بدر الله يرحمه في مفرق الجوف، فعلا أبو بدر يعرفه كل أبناء مارب وأكثر المحافظات الأخرى، كان رجل مصلح، رجل داعية خير، رجل ربى أجيال معه. هو أول من أسس معهد علمي في صرواح، أسس دار للقرآن، تحفيظ القرآن، كان رجل مقبول، برغم في مديرية صرواح فيها من جميع الأحزاب، فيها بعث، فيها ناصري، فيها اشتراكي، فيها إصلاح، في كلهم، فلكن كانوا يجمعوا عليه، ما يختلف مع أحد منهم نهائيا برايه، يحترموها الكل. عندما بدأت حركة التتار الحوثي، بدأت في الجوف، تحركوا إلى الجوف، وكان يدعي أن يقاتلوهم الناس في الجوف قبل أن يأتوا. حتى وصلت إلى الجوف، استشهد هناك في مفرق الجوف في 2014 رحمة الله عليه. بعدها ما عاد حصل بعد استشهاده إلا أن هي توجهوا، عارفين أنهم كانوا يريدوا مأرب، احتشدت أبناء مأرب الحمد لله، وكانوا موفقين مع أخوانهم من أتونا من جميع المحافظات اليمنية، سندونا في وقتها. استشهدوا بعده الشيخ محمد الله يرحمه، محمد أخوي، أخوك، هو الكبير، أكبر واحد فينا، أكبر واحد. استشهد ابنه، نعم، خريج ماليزيا، كان مدير عام مياه الريف في مأرب، عاد المحافظ عينه قريب، كان عقل كبير الولد، تعب على الدراسة، لكن كنا نريد له الدنيا، والله سبحانه وتعالى أراد له الخير الآخرة. ناصر برضه أخوي استشهد، خريج العراق، ماجستير، بكالوريوس من بكالوريوس من العراق، مأخذنها إدارة أعمال، وكان في التربية. أربعة من أبزياي، يعني عيال أخوي ابن عمي، ثلاثة أولاد عمي، ضمنهم واحد كان في هولندا، راح تهريب حتى دخل هولندا مهرب، أعطوه جنسية، قعد خمس سنين أخذ الجنسية، أخذ دوره في مجال الطيران،
في المجال الكهرباء. فعندما حصلت الحرب أصر أنه ما بالله يجي. ما حلا بيت شعر في. نحن الآن قريبون من سد مأرب، وهناك سنستمع منك حول الأوضاع الميدانية والجبهة وأوضاع النازحين في هذه القرية وفي هذا المكان. الشيخ أحمد، ما الذي تريد أن تقوله حول هذا الموضوع؟ كنا في منتصف الربيع حينما انتقلنا إلى الجهة الخلفية لسد مأرب العظيم، حيث ما يزال أهل الأرض منهمكون في الحصاد ورعاية أنعامهم. سألتني عن سبب انتقالنا من هنا وإدارة المعركة في سرواح. نقلنا من هناك، نقلت العوائل الجزء هذا من مديرية سرواح. احنا لازلنا في مديرية سرواح، لكن ايوه حفاظاً على العوائل انتقلت، والمعركة اصبحت معركة شرسة داخل المدينة حق سرواح. سرواح تعتبر قرى كلها مجاورة، فاستمرت المعركة في سرواح 18 يوم. كانت من اشد المعارك ومن اقوى المعارك، لان العدو اتى في منتهى قوته. اتتنا حرس جمهوري، قوات خاصة، كتائب موت على ما يسموها، فعلا نطقوا عليها كتائب الموت. كان موتهم في سرواح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم صمود الرجال الشرفاء الذي تصدوا لهم. كانت معهم كتيبة واحدة بس للهاونات، وأغلب شهداءنا هم الشهداء الذي استشهدوا أول يوم كانوا بالرصاص، أما البقية كلها بالهاونات. كان أغلب هنا الآن تسكن القبيلة في هذا المكان؟ هنا الآن تسكن في هذا المكان، في والسد يتوسط المنطقة، في منطقة اسمها الروضة. فعلا هذه البلاد حقنا، بلاد جهم. نعم، والسد يتوسط المنطقة بين والسد يتوسط المنطقة. عاد عندك هنا مش هذول الذي في الروضة، في عندك سكان في الزور، في عندك سكان في الصوابين، كل هذه المنطقة كلها. كم عدد الأسر التي نزحت من هذا المكان؟ 2200 أسرة الذي نزحت من صرواح، 2200 أسرة يتوزعون الآن على في تقريبا 80% منهم في سد مأرب، البقية فيه منهم من هو من داخل المدينة في مأرب، فيه منهم من هو في المنطقة هذه في اتجاه المحجزة، اتجاه الطيق. في ناس من أصحابنا ذي العلب فلاح في جهة المحجزة ساكنين في الخانق، فيه منهم من هو في الخانق، فيه منهم من هو في الطيق، فيه منهم من هو في السحيل، وفيه منهم من هو في المدينة في إداة الرأو، وفي هذه المناطق كلها متوزعين. وقبل أن نودعه صاغ الشليف رسالة قوية إيذانا باقتراب اليمنيين من حلمهم بوطن يفخرون به وبماضيه الخالد. إذا لم أقاتل على أرضي وعرضي فيجب أن نحن نحط هذه بنادقنا لنسائنا. الله أكبر على اللي يهتون البدوى. عيشة البدو عندي يا عرب خير عيشة، سيطر العز فيها والكرم ساق جيشة. ما حلا العد يجري ما نتسمع وشيشة. الله أكبر على اللي يهتون.